السائل أخوكم من المدينة النبوية محمد حسين يقول: إذا لم نقرأ سورة الكهف ليلة الجمعة ونقرأها في يوم الجمعة فهل يجزي ذلك؟ نعم، لا بأس أن تقرأ في ليلة الجمعة أو في يوم الجمعة، لأنه ورد حديث في ذلك وإن كان فيه ضعف أنها تقرأ في يوم الجمعة. نعم، جزاك في ليلة الجمعة. طيب. نعم.